النار. دلوقتي بقى هجيب بقيه القرع العسل اللي عندي، انا قطعتها كده مكعبات زي ما انتم شايفين، وجبت حله هنزل بقى كده بيها على النار. طبعا هو بيخس يا حبايبي في السوا، وهنزل عليها بكوبايه من السكر، وهحط كمان كوبايه، انا عندي حطيت كوبايتين سكر اهو، وهرفعها برضو على النار لحد ما تستوي خالص، وبعد كده نشوف احنا هنعمل هنحط عليها المهلبية ازاي، وبعد كده هندخلها الفرن هنشوف مع بعض. دلوقتي انا هحطها على النار وارجع لكم تاني. قلبي شايفين القرع المكعبات اللي انا حطيته ده عشان يستوي، هعمله مهلبية واحطه في الفرن اهو بدأ يستوي. هسيبه برضو لحد ما المية بتاعته دي تنشف خالص، والمربى يا حبايبي برضو قربت تستوي. هستنى برضو عليها كده كمان شوية، بعد كده انزل بالاضافات اللي احنا هنضيفها عليها، وهسيبها كده ايه لحد ما تستوي خالص، وبعدين نشوفها مع بعض دلوقتي بقى.